طبعا السدر حق سنو وايت يعني قصة عشق. كم سنة تكفون؟ 7 سنوات، حرفيا 7 سنوات. يعني الوفاء والجمال صراحة، يعني أنا مو ممتنة فوق الامتنان لها، لأنه من أوائل الناس اللي بدعوا بالسدر، طلعوا السدر. يعني هذا في أيام، يعني أدري إنه من أيام أمهاتنا ومن زمان، بس إنه فهمتوا علي، يعني طلعته بصورة مختلفة، إنه يكون مع زيوت مخلوط جاهز. حتى الزيوت يعني تركيبات مو من على كيفها، مو حاطة هذا مع هذا، كلها أشياء يعني دارستها، تعرف وشو خلطة الزيوت والأشياء، فتشوفون النتائج ما شاء الله تبارك الله. أنا أعشقها سنو وايت، حرفيا السدر حقها عبارة عن تريتمنت. يعني أنتي لما تخلصين من السدر، ما يحتاج اليوم الثاني اللي بعده تحطين زيت على شعرك، ما يحتاج تحطين ماسك على شعرك، لأن غالبية البنات يقولون إن السدر ينشف شعرنا، فهمتوا علي؟ يهجد الشعر، البيبي هير بشكل مبعادي، لمعة الشعر خيال. اللي ما تناسبها الحنة تاخذ السدر، أنا السدر خلاص ما صرت أحط حنة. نتقهوى ونسولف عشان نمزج على سنو وايت وأشرحها بالتفصيل. طبعا وش الفرق بين السدر هذا وبين الجنكة اللي أصورها دايما؟ الجنكة بنات عشبة مختلفة، ما لا تموت بسلة بتركيبة سنو وايت، مرة مختلفة. الجنكة شيء وهذا شيء طبعا، لكن كلهم في النهاية سدر، لكن الأعشاب تختلف وترى تفرق 180 درجة. الزيوت اللي حاطتها سنو وايت زي ما انتم شايفين بهذا الشكل، شوفوها اللي هي مع السدر، أراهن عليها بس شهر شهر دخليها في الكورس حقك. إذا كنتي صابغة حطيها بس على الفروة، أراهن عليها شهر. إذا ما شفتي نتيجة وأدمنتيها، أنا ما أفهم بأشياء الشعر أبدا ولا الماسكات ولا شيء. البنات منهارين على السدر، وصار يعني بالبداية أيام زمان كنا نستثقلها أنه غسيل وما أعرف إيش، لكن أمانة من النتائج أنت بنفسك تتحمسين تسوينها. ما أنتوا شايفين، تاخذين ملعقتين او ثلاثة من السدر، هو كذا بهالشكل، تخلطينه وتحطين، بعدها تبدين تزيدين موية البصل والثوم، بوريكم شلون. حلو، تحطينها على شعرك قولي 4 ساعات 3 ساعات، مرة في الاسبوع، مرتين، اذا مرتين فانت فنانة، يعني برافو عليك. مرة من المرتين في الاسبوع وتخلينها، وبعدها ابدي ماسكات ترطيب اذا تبغين. لكن للامانة انا عني اللي بتستخدم سدر سنو وايت ما يحتاج حتى ماسكات ترطيب لهالدرجة. في نقطة بقولها، لأن كثير صاروا يسوون سدر، في بنات يحسون كل ما زادت الزيوت يعني الله واو، نهائيا ترى على حسب الزيوت اللي مستخدمة، ومو أي زيت ينحط مع السدر. يعني الأنواع اللي تستخدمها ترى كلها هذه دارستها وتعرفش يعني مختبرات عندها، أنها تسوي لك العلبة هذه مو من أي كلام، أحط هذا وأحط هذا وأحط هذا. الريحة، بالنسبة للريحة للأمانة في ريحة زيها زي أي زيوت، لأن زيوت أعشاب مركزة، فبعدها تغسلين شعرك تتبخرين تختفي الريحة تماما، ما تبقى إلا وقت الحط، وقت ما أنت حاطة. وعد، أنا شعري مثلا مو مصبوغ طيب، أو كيرلي أو اللي هو، اذا ما في صبغه ولا شيء عادي تستخدمينه، يعني لين المكان اللي فيه الصبغه. يعني انا مثلا اطراف شعري بس هي اللي فيها صبغه، هي اللي ما اجيها، لكن لين نص شعري انا ما في صبغه، فاستخدمها لين نص الشعر. للفروه ينظفها من القشره، يقوي الشعره، لمعه الشعر تطير العقل، البيبي هير، قوه الشعر، سماكه الشعره نفسها. اصلا وقت الاستشوار بتشوفين شعرك من اول استخدام، قاعده اقول لكم من اول استخدام اراهن عليه فرق في الشعره، من حتى يعني لمعتها وملمسها ياخذ العقل. انا اعتبر سنو وايت كنز للامانه لكل بنت، وحلال فيها كل ريال هالبنت، لان مو بعادي المنتجات حقتها، الكواليتي حقتها، يعني تستاهل كل ريال تدفعينه لها. وبالنهاية شيء تستخدمينه لشعرك. يعني الحين أنا ما شاء الله تبارك الله ضغط علي مو طبيعي على إعلانات السدر، ما أدري ليش يحسوني خلاص يعني ملكة السدر والحنة، ما عندي إلا ثنتين اللي أحبهم أستخدم لهم السدر حقهم. سنو وايت أنا معاها من سنين، على كثر ما جربت والله تجيني أشياء معناها والله نظيفة وزي كذا، لكن أنا زي تجاربي مع هبة للأمانة سنين مو بشيء مو بعادي، فرق السماء عن الأرض، وبوريكم تجارب.